صباح الخير يا هايدي. صباح الخير يا ليلى. كيفك اليوم؟ تمام، انت كيفك؟ تمام دوم ان شاء الله. صباح الخير لكل الاشخاص اللي عم يحضرون نهار جديد، يا رب يحملكم الخير الصحه الرزق وراحه البال. مشاهدينا، مشوارنا الصباحي بلش بالعديد من الفقرات المتنوعه اليوم اللي رح نناقشها مع ضيوفنا الاختصاصيين، لكن كمان باقه من التقارير من محافظاتنا السوريه. يا هايدي اكيد اصبح عليك. اكيد يا ليلى، يسعد صباحك، واكيد بدوري بدي اصبح على كل مشاهدي الاخباريه السوريه. صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، يوم جديد وصباح جديد ان شاء الله يا رب، والايام القادمه تحملكم كل الخير والصحه وراحه البال، واكيد ساعه ونص من الوقت بالعديد من الفقرات والتقارير بمحافظتنا السوريه. مثل العاده ان شاء الله يا رب نكون خفاف على قلوبكم ونقدم دائما كل المعلومات يلي بدهمكم بحياتكم، ولكن خلونا نصبح بغنيه ونرجع. شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبه، شايف السماء شو بعيد، بعد السماء بحبه، كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. ومجموعة من الأحداث تشكلت بتداليها عبر 3 أيلول رح نتابعها ضمن فقرة حكاية يوم. نتابع سوا. اليوم 3 أيلول، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كثير من الأحداث. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بعام 1925 إقامة أول مباراة دولية في كرة اليد، وفي عام 1939 المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1989 تحطم طائرة ركاب برازيلية تؤدي إلى مقتل 54 شخص، وفي عام 2013 افتتاح مكتبة برمنج هام، أكبر مكتبة عامة في المملكة المتحدة. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. اكيد لكل انسان بالحياه في عنده هدف او مشروع بالحياه حابب انه ينجزه، هذا الهدف اكيد بيفرق من شخص للثاني. اليوم في كثير اشخاص هدفها بالحياه هو الدراسه، العمل، النجاح، الزواج، واكيد كل شخص له طريقته وله وقته بانجاز هذا الهدف، ولكن الاهم انه نحن دائما ما نستسلم لاي تحديات او صعوبات بتواجهنا خلال مشوارنا، أكيد نكون دائماً يا ليلى جنب الأشخاص الداعمين بالحياة. تماماً يا هايدي، ومن الضروري أنه دائماً كل شخص يكون عنده أهداف بحياته، لأنه الشخص بلا أهداف وبلا طموح أكيد حياته ما إلى معنى. صحيح. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، عن كيفية تحقيق الأهداف، كيف فينا نصنع الأهداف، وطريقة تنظيم وإدارة الوقت، وعلاقته بينه وبين تحقيق الأهداف لحتى الشخص يطمح ويوصل للهدف اللي بده إياه بطريقة مناسبة. وأكيد اليوم الوقت عامل كتير مهم لتحقيق الأهداف. نعرف نحن ايمت الزمان والمكان المناسب لتحقيق اهدافنا. اليوم رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الاختصاصيه الاجتماعيه رندا عليدي. بيسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كثير مهم. اكيد نحن بنعرف انه الهدف هو يمكن اساس حياتنا، والانسان اليوم بدون اي هدف ما له اي حياه. خلينا نوضح اليوم، نخبر المشاهدين نحن كيف بنقدر اليوم نصنع ونحدد اهدافنا بطريقه صح. دائما لما نحن بنكون عندنا حياه صحيه متكامله، طبعا نحن بكون في عندنا توافق الصحة النفسية مع شعور الشخص بالإنجاز. لما بكون أنا عندي هذا الشعور بالإنجاز، فمعناتها أنا عندي أهداف معينة عم بحققها. دائما بتختلف الفئة العمرية باختلاف
مع نوع الهدف، اختلاف المدة، طريقة تحقيق هذا الهدف. مثل ما ذكرتي كيف أنا في حوالي أشخاص داعمين للموضوع، مو دائما الظروف بتجي معنا لحتى تساعدنا لحتى نبني أهدافنا ونحققها. لهيك الهدف هو أنه يكون أنا عندي فكرة أساسية أسعى لأني حققها. دائما في إلى مدى بعيد وفي إلى مدى قريب. دائما أنا لما بدي حط الأهداف مثل ما ذكرتوا لازم يكون في عندي مدة زمنية لحقق هذا الهدف، وفي استراتيجيات معينة أنا بحاول أشتغل عليها لحقق هذا الهدف. في حال كان كل ما أنا في أشخاص لما بتحط أهداف بتصير مع إحباطات، بتتراكم هاي الإحباطات، فنحن بنطلع من موضوع تحقيق الأهداف وبناء مستقبلنا لنفوت بدوامة تانية اللي هي عدم الشعور بالإنجاز، عدم الشعور بالراحة اللي بترافق معه كتير مشاكل نفسية تانية. لهيك نحن دائما من عمر صغير بنحاول نشتغل على هذا الموضوع، ونبلش بأعمار صغيرة نعلم الفئات الأطفال والشباب المراهقين كيف يضبطوا أولوياتهم لحتى دائما يكون عندهم أهداف محققة. كمان يمكن من الضروري يتعلموا من صغر أنه في أهداف فعلا صعبة وبدها تعب، لكن لذة الوصول لهذا الهدف كتير ممتعة. كمان الأهداف لها كتير من الأنواع، خلينا نحكي ونتوسع أكثر عن أنواع الأهداف. هلا رح نحكي عن جزئين كتير أساسيين اللي هي الأهداف القريبة والأهداف البعيدة. دائما كيف يعني؟ مثلا أنا كطالب ممكن مثلا أقول إنه أنا بدي أطلع أدرس مثلا هندسة أو أدرس طب أو أدرس بأي مجال معين. لحتى أوصل لهذا الهدف البعيد فأنا لازم أبدأ من نقاط قريبة وأساسية اللي هي الأهداف القريبة، اللي هي مثلا كيف نظم وقتي، كيف حقق هدف معين اللي هو مثلا اجتاز امتحان معين اللي ممكن يأهلني للوصول للهدف البعيد. فهون نحن بنرجع لحتى نعمل تجزئة للهدف البعيد بأجزاء بسيطة، خطوات بسيطة قريبة. هي أهداف تتدرج من الأبسط للأصعب. دائما في فكرة بيقولوا لك أنه أنت لما بيكون عندك مجموعة مهام قريبة بلشي بالأصعب لحتى تاخذ وقت أطول شوي، ولكن كل شيء بعدها بيصير سهل. أنا كمان مع فكرة نوع الفرد لما كان اللي عم بيحاول يجزئ مهامه ويحققها، كل ما كان في فئات بتكون عندهم حساسية عالية من وما عندهم مقاومة جيدة للإحباط، فأنا هاي الفئة من الناس بشجعهم إنه يبلشوا بالأهداف القريبة السهلة اللي بتعطيهم الدافع دائما لحتى حقق الهدف اللي بعدها، وهيك بيكون قدر يجزئ وقته ويرتب أولوياته لحتى ينجز خطوات يمشي فيها بطريقة سلسة وسهلة أرجي إنه الهدف البعيد ممكن إني أنا حققه، مو إنه شيء مستحيل. صحيح. اليوم أكيد في مراحل عديدة، في خطوات عديدة رح يمكن اليوم نحنا ننجز هي الأهداف، ويمكن دائما البدايات بتكون صعبة على كل الأشخاص. خلينا نوضح للمشاهدين شو هي المراحل اللي ممكن يمر فيها الشخص لحتى فعلا هو يوصل للهدف اللي بده إياه. ممكن أنا أكون كشخص ما لي قدران أفهم هذا المعنى المجرد أو المفهوم المجرد للهدف أو شو يعني هدف قريب وهدف بعيد. لهيك أنا لما بيكون دائما عندي بأي مرحلة عمرية عندي شيء شايفه أنه أنا لساته هو بالنسبة لي مجهول أو ما عم بقدر أخذه بطريقة حسية ملموسة، فأنا دائما بتوجه للورقة والقلم. كله مثلا بيقول لك لا انا ما علي بسجل نوت على موبايلي، انا بسجل نوت مثلا خلص انا بحفظها ما في داعي اسجلها. كثير مهم انا الفكره اللي براسي فرغها على ورق، شوفه بعيني واكتبه بايدي، حسه فيه وانا عم بكتبه. لما بحط قائمه المهام اللي انا مطلوبه مني هون بلشت اقدر احصر الخطوات اللي انا بدي اعملها. فانا ببلش اول شيء بشيء اسمه الجدوله، اللي انا ممكن احط جدول للمهام بتتدرج حسب نفسيتي وحسب انا امكانياتي، او من السهل للاصعب او بنجز الاصعب بعدين بنتقل على السهل. هلا الموضوع الاساسي بعدها هو تنظيم الوقت. انا اقدر نظم وقتي لحتى اقدر اعرف انه هاي المهمه ممكن تستغرق وقت اكثر من المهمه الثانيه. ما اكون دائما مندفع
لحتى لما بيكون في عندي هاي الاندفاعية فهي تخلي الإنسان يتصرف بدون ما يفكر، فبتخلي يحرق مراحل ممكن ما تكون صحيحة، أو بالعكس تخليه ياخذ فترات أطول بخطوة معينة تخليه يأثر للخطوات هي بعدها. بعد ما أنا بدي أشتغل على موضوع الجدولة وأشتغل على موضوع تنظيم الوقت، كتير مهم أنا هون رتب أولوياتي. دائما في عندي أنا شيء مستعجل وشيء مؤجل، دائما ببلش بالمستعجل. في كتير أنا عم شوف أشخاص حتى بيعملون بيروحوا بيسابقوا لحتى ينجزوا الأشياء المؤجلة اللي أنا ممكن كتير أعملها أمتى ما بدي بالوقت اللي أنا بديها، فبلاقي إنه بلحظة إنه أنا صرت بالحد الفاصل اللي أنا خلاص مزنوق إنه أنا بدي أنجز مهام ومضطر عليها بس ما عندي الوقت الكافي. هون بوقع بمشاكل اللي بتخلي عنده تقصير معين أو إنجاز غير كامل غير ما لو حاطت الرؤية تبعه. هلأ بدنا ننتبه لكتير موضوع مهم، في أشخاص بيستغرقوا بالتنظيم وقت أكبر من الإنجاز الفعلي، كمان هذا لازم أنا أكون دارسه بعناية، ما يكون حط وقت كتير كبير بالتنظيم فأنا وقت التنفيذ ما أكون قادر أني نفذه، ما عندي الوقت المناسب، أو بالعكس أنه شو هذا أنا بضيع وقتي، لا يلا خليني بلش، لا معلش خليني أعطي وقت مناسب ولو صغير، هذا حيخليني كتير اختصر وقت واختصر مراحل بطريقة صحية وصحيحة لحتى أقدر أنجز وأوصل للهدف اللي أنا بدي إياه. طب أحيانا منشوف بحياتنا في أشخاص عندهم أهداف ومندفعين حتى قادرين اليوم أنه يتحدوا كل الصعوبات اللي بتواجههم ليوصلوا للهدف اللي بدهم إياه، على العكس تماما في أشخاص ما عندهم ولا أهداف بالحياة. إذا بدنا نقيسها خلينا نرجع شوي لمرحلة البكالوريا، في طلاب تلاقيهم من بدايتهم مراحل البكالوريا عم ينجزوا حاطين هدف في بالهم، أنا بس خلص أنا عم بشتغل على علاماتي بدي فوت هذا الفرق، على العكس الثاني في طلاب بيكونوا عم يدرسوا بس ما هم حاطين ولا أي هدف بحياتهم، وهي الشغلة منقيسها على كتير أشخاص بحياتنا أنه اليوم بتلاقي قاعد ما عنده أي هدف ولا طموح ولا شيء ولا بيفكر لبكرة، ما عنده تفكير. هدول الأشخاص شو السبب اللي بيخليهم يوصلوا لهي المرحلة؟ تراكم الإحباطات البسيطة. كيف يعني إحباطات بسيطة؟ يعني مثلا أنا درست اليوم درسي، تاني يوم جيتي سمع ما طلعت كثير حافظه. في فئة مثل ما ذكرتي حترجع يكون عندها إصرار ودافع لأنها ترجع تقرأ مرتين وثلاثة لحتى تجتاز هذا الامتحان. هذا الإصرار والدافع ما بيخلق من العدم، هذا بيكون موجود بحكم الظروف البيئية المحيطة بالطالب، يعني أهل داعمين، مدرس داعم، مادة علمية إلى وقت كافي لحتى أنا أقدر راجعها وأدرسها، موضوع القدرة النفسية كطالب أنا عندي صحة نفسية تخليني دائما وثقة بالنفس تخليني دائما أرجع أبدأ من الصفر، وهي شغلة كتير صعبة. كتير صعب تشعري بفشل بنقطة معينة ويضل عندك هذا الدافع والإصرار لأنك تبلشي من جديد أو تبلشي من الصفر ولا كأنك عاملة شيء. في فئة تانية اللي مثل ما قلتي إنه لا هن ما عندهم أي دافع، خلاص جربنا مرة ما مشي الحال، فأنا حجم الإحباط صار عندي كبير، ما عاد صار عندي هذا الدافع. الأهل بيكونوا داعمين ليشجعوا هذا الإحباط إنه أي خلاص يلا ما فلحت هون بتفلح هون، أو بيكونوا بالعكس بيكونوا كتير عندهم درجة عالية من القلق والتوتر فهنان بينقلوها لطلاب ولا أولادهم فبيخلوها تكون موجودة، ودائما نحن هذا القلق إذا ما كان بالدرجة المناسبة بيصير بيتحول ما يكون يخلق دافع عند الطالب لحتى يخليه بالعكس يخليه شخص انسحابي أو شخص انفعالي، تستمر معه يمكن مدى الحياة تماما، بتلاقيها صارت طبيعة بالحياة العادية بالشغل بالبيت حتى لو بده يكون أسرة، فحتلاقي يا بياخد
طريقة من تكيفه اللي هي الانفعال الغير مدروس أو الغير مناسب أو بالعكس الانسحاب. تمام. اليوم يمكن في فروقات فردية أكيد بين الناس بطريقة أو مدة إنجاز هي الأهداف. تلاقي في كتير أشخاص اليوم هي بتنجز الهدف يلي عم تسعى له خلال فترة زمنية كتير قصيرة، بينما ناس تانية نفس الهدف ولكن بتاخد وقت كتير طويل. شو السبب اليوم وقدي لازم ما نستسلم أبدا، مهما يعني نراعي أنه لا كل واحد له وقته له ظروفه، ما لازم نتقلد بالناس، لازم نضل مركزين على هدفنا لبين ما تحقق هذا الهدف. هلأ هون نحن بنرجع لما بيكون أنا الشخص قادر تماما لأنه يقدر يعرف إمكانياته. نحن هون بنرجع لموضوع الثقة بالنفس وموضوع لما الأهل بيبلشوا يربوا أولادهم يعطوهم حجم أكثر من اللي هن بيستاهلوا أو يعطوهم نظرة عن نفسهم غير مناسبة للواقع. دائما نحن في عنا فروق فردية، لازم دائما نحن نعزز إنجاز ابننا على حجم إنجازه مو أكثر ولا قدرته، فهو بيقدر يكبر ويوصل لمرحلة المراهقة والرشد قدران تماما يقيم نفسه أنه أنا هذا إنجازي وأنا هي إمكانياتي، ما حط طموح أنا ما أقدر أنجزه. وبنفس الوقت موضوع الوقت اللي قلتي في ناس تنجز، ممكن في ناس تشتغل تحت الضغط بتعطي إنجاز كتير ظريف، في ناس لا بدها لازم تاخذ وقتها. هون بنحكي على إدارة الوقت وكيف أنا في للأسف فئة من الأشخاص بتكون عندها استغراق بالوقت، فهي بتعيش ضمنه ما بتقدر بتقول إنه أنا مثلا مفروض خلص هذا الموضوع بنص ساعة، فأنا لقيت حالي أوف قاطع معي ساعتين. فهذا اللي بخليني أنا استغرق بهذا الوقت وما خليني تماما نعيش معه وعاله. هاي كمان بدها التدريب اللي أنا دائما أنا بنصحهم دائما لما بتحسوا حالكم من هاي الفئة دائما متأخرين، دائما في عندكم أشياء عم تحسوا الوقت عم يسرقكم فيها، يشتغلوا على التايمر، دائما يعينوا وقت مناسب لإمكانياتهم وقدرتهم بإنجاز حسب المهمة وصعوبتها، يكون في نسبة وتناسب فيها، عير وقت وانجزها خلال الوقت المحدد. وبلش أنا حدد لحالي انه انا اليوم اخذت 10 دقائق زياده، المره الجايه بدي اخذ لازم 5 دقائق، هيك لحتى دائما انا اخذ وقت مناسب على حجم صعوبه المهمه اللي انا بدي اعملها ونفس الوقت ضمن امكانياتي. لكن هيك بالنهايه يعني اليوم قديش في اشخاص بيتعرضوا لاحباطات وهم بطريقهم لتحقيق الهدف، لاشخاص سلبيين وايجابيين، لكن احيانا في اشخاص بيتعرضوا لمواقف سلبيه مثل ما ذكرتي انه بتحبطهم خلص بيوقفوا. خلينا نعطي شويه نصائح للاشخاص اللي قادرين فعلا انه يحققوا اهدافهم، لكن شوي يمكن الظروف او المحيط اللي حولهم ممكن يحبطهم ويوقفوا عن تحقيق هالهدف او يوقفوا انه يمشوا بطريق تحقيق هالهدف. دائما اي مهمة أنا بدي أعملها شو من كانت بحياتي، لما بحس حالي إنه ما قدرت أنجزها أو حسيت بإحباط معين فيها أرجع خطوة لورا، يعني أرجع بهدف لورا أعرف أنا وين الثغرات اللي أنا عندي إياها وبلش أشتغل عليها. ما أشتغل نحن للأسف نشتغل على سطح المشكلة، يعني نحن خلص أنا مثلاً ما جمعت علامة منيحة أو كان ما صرت مثلا أتكرم بشغلي بدرجة معينة، فأنا بركز على هذا التكريم أو بركز على هاي العلامة، لا أنا لازم أرجع خطوة لورا وشوف يا ترى مين من الأشخاص اللي حوالي كانوا سبب بتراجعي. هل هو مثلا ممكن يكون جروب واتساب عام لأنه أنا درست أكثر منك، أنا لقيت المادة كتير صعبة، فأنا بصير عندي كطالب خوف فموعد بحس حالي انه فعلا هي صعبه، بحاول اتجنب هدول المنغصات ودائما وصل رسائل اذا ما كانوا اهلي مثلا خصوصي بمرحله البكالوريا كانوا ضاغطين لي كطالب كثير، انا حاول احاورهم ونبههم انه لما انه هذا قلقك معلش انا بدي اخذ وقت اكثر عليه. اكيد. بالختام كنتي معنا الاختصاصيه الاجتماعيه رندا علي ديب، شكرا لك ولوجودك معنا ولكل المعلومات المهمه اللي قدمتيها لليوم. اكيد بدنا نتشكركم، نتمنى للجميع تحقيق الاهداف اللي بيتمنوها. شكرا لك، بقيه نهار حلو. اما نحن مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، لكن رح نروح لغرفه الاخبار لنتعرف على اخر المستجدات السياسيه على الساحه السوريه والعالم مع زميلتي غيداء. فيسعد صباحك يا غيداء.
يسعد صباحك ليلى وصباحك هايدي. مشاهدينا ننتقل إلى موجز آخر وأهم الأنباء بعد الفاصل. تواصل قوة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية وحربها العدوانية على قطاع غزة، والتي دخلت يومها 33 بعد 300 على التوالي، تزامنا مع ارتكاب مجازر جديدة بحق النازحين والمدنيين والعائلات الفلسطينية. قوات الاحتلال قصفت المنازل والشقق السكنية المأهولة ومراكز الإيواء والمدارس، ونسفت المزيد من المباني والمربعات السكنية. وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون فجر اليوم الثلاثاء في قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين بالقرب من سجن أصداء القديم بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول شهيدين إلى مجمع ناصر الطبي جراء قصف إسرائيلي. وفي الضفة الغربية يستمر العدوان الإسرائيلي منذ أسبوع، حيث فجر جيش الاحتلال منازل وسط مخيم جنين، وجرت اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في طول كرم، كما قطع الاحتلال التيار الكهربائي عن مناطق عدة داخل مخيم طول كرم. وأكدت أن التحريض المستمر على الإبادة قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى وسط مدينة جنين ومخيمها. وقال مصدر طبي إن قوات الاحتلال اعتدت على مسعفين ومصاب بالضرب قرب مستشفى ابن سينا في جنين. وقال مصدر إعلامي إن الاحتلال اقتحم مخيم بلاطة بمدينة نابلس مصحوبا بجرافة عسكرية وسط دوي إطلاق نار داخل المخيم. حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من امتداد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وقالت ألبانيز إن تكثيف إسرائيل لهجومها العسكري على شمال الضفة الغربية يمثل تصعيدا خطيرا للعنف الجسيم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 من تشرين الأول الماضي. وحذرت من أن عنف الإبادة الجماعية الذي ترتكبه إسرائيل قد يمتد من قطاع غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ككل. وأكدت أن التحريض المستمر على الإبادة الجماعية من كبار القادة والمسؤولين الإسرائيليين لا يزال دون عقاب، وغالبا ما يتم التعاطي معه من قبل الجنود والمستوطنين المسلحين وغيرهم، مما يكشف عن نية تدمير الشعب الفلسطيني الرازخ تحت الاحتلال. تظاهر آلاف الأشخاص في ساحة واشنطن بولاية نيويورك مطالبين بإنهاء العدوان على قطاع غزة ومعربين عن دعمهم للشعب الفلسطيني. وردد المتظاهرون في ساحة واشنطن شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني، ورفعوا لافتات كتب عليها فلسطين حرة، وقف إطلاق النار في غزة الآن. بالإضافة إلى ذلك حمل بعض المتظاهرين لافتات تحمل شعارات تنتقد الإدارة الأمريكية، وانتشرت قوات من الشرطة بشكل مكثف في مكان الحادث، لكن بحسب مصادر جرى الحدث دون مشاكل ولم يتدخل رجال الأمن. وشهيد وجريح فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وما يزيد عن 10,000 مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. كهذا كان كل شيء حتى الساعة، عودة إليك ليلى. شكرا لك يا غيداء، بقية نهار حلو لك. أما نحن مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، وتاني محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن الحساب الذهني، قديش له أهمية وفائدة للأطفال، وبيساعد على العمليات الحسابية وأيضا الأعمال الرياضية العلمية وأيضا التحديات الحسابية. اليوم الحساب الذهني عم بيساعد الأطفال على المدارك وأيضا الحسية، وأيضا عم بيساعد الطفل على التوسع بالخيال. اليوم هدول الأطفال قديش عم بيفيدهم، وأيضا من أعمار
مبكرة عم نشوف أطفال كتير عم بينجزوا وعم فعلا عم ينجحوا كمان بمسابقات كتير مهمة بالحساب الذهني، وعم بيساعدهم يمكن لمراحل متقدمة بمستقبلهم بالعمليات الرياضية والحسابية. اليوم رح نحكي عن الحساب الذهني، أهميته وفوائده للأطفال، وبأي عمر مناسب اليوم تعلمه للأطفال، مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو تغريد بلان مدربة حساب ذهني. وأيضا بدنا نرحب كمان بالطفلي كنز الحلبي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم أستاذة تغريد. خلينا نبدأ مع حضرتك ونخبر المشاهدين بداية نحن شو نقصد بالحساب الذهني. الحساب الذهني بشكل عام هو نظام تدريبي بيهدف إلى تنمية مهارات الأطفال العقلية والدماغية. هو كمان فينا نقول أنه إجراء عمليات حسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة دون اللجوء لاستخدام ورقة وقلم أو آلة حاسبة. اليوم هو قديش عم بيساعد الطفل على التصور والخيال؟ اليوم إذا بدنا نحكي عن الأعمار، ومثل ما أنا شايفين معنا بنوتة حلوة كنز. صباح الخير يا كنز، سعد صباحك. صباح الخير. طبعا اليوم هذا العمر يمكن قدي عمر البنوتة؟ كنز عمرها 4 سنوات. هلق نحن أول شيء نبلش مع الطفل تقريبا بعمر 4 سنوات. أول شيء بنعرفه على الأرقام، مفهوم الجمع والطرح. لهدول الأطفال لهم مستوى تمهيدي اللي هو الـ A والـ B والـ C. أول شيء نبلش معهم بالأطفال بهدول المستويات. كنز سابقت أولاد جيلة فخلصت المستوى الـ A والـ B والـ C وبلشنا معنا بالـ Level 1. أدي إلى بهذا التدريب؟ بالتدريب إلى تقريبا 2 لـ3 شهور مو أكثر. ما شاء الله. خلينا هيك نبلش نعطي هيك أمثلة، وخبرتينا أنه كنز اليوم شطورة بالحساب الذهني وهي بعمر كتير صغير. خلينا إذا فينا نختبرها لكنز هلأ بالحساب الذهني. يلا ناخد تمرين كوكي. يلا سمعينا صوتك، شو اسمك؟ شو اسمك؟ علي صوتك. صباح الخير. اهلا وسهلا يا كنز. اهلا وسهلا. يلا انت شطوره اليوم كثير بالحساب الذهني، ورجينا. يلا كوكي. يلا عداد اباكوز ابدا. 22 من هون نبدا. يلا 22 55 ناقص 44 33 جواب 88. أحسنتي كان. برافو يا برافو. كنز. اليوم إذا بدنا نروح ونحكي عن أهمية الحساب الذهني، كثير لحد هلا قديش في دورات تدريبية وهيك في كثير من الأهالي بيجهلوا هذا الشيء، حتى يمكن في أشخاص سمعتهم إنه بيسمعوا من بعضهم إنه لا هو ما كثير بيفيد الطفل أو ممكن يشتت له دماغه بمراحله الدراسية. تمام. الأولى، خلينا نحكي فعلا عن أهميته للأطفال. هلا نحن بنادي سبل الصيفي كثير اهالي بس يجوا بدهم يسجلوا اطفالهم يكون حساب ذهني، لا ما بدنا دراسه، طالعين يعني مدارس يعني بدنا شيء ترفيهي للاطفال نطلعهم من جو الدراسه. هو ابدا مو هيك، هو كثير ممتع للاطفال، وهدول نفسهم الاطفال اللي ما كانوا بدهم يسجلوا تابعوا معنا بالصيفيه كلها وهلق رح يتابعوا معنا بالشتاء. الفوائد الحساب الذهني له فوائد كثير. أول شيء بيساعد على التركيز، على سرعة البديهة، على الثقة بالنفس. الطفل لما يعمل عمليات حسابية كبيرة بوقت قياسي ويصير إنه عنده مهارة أقرانه ما عندهم إياها، فهذا الشيء بيعزز ثقة النفس عنده. والحساب الذهني بيقوي الخيال والذاكرة الإبداعية للطفل. مثل ما بنعرف أنه أول مرحلة من مراحل الإبداع هي الخيال، والحساب الذهني 50% منه خيال. فالطفل إذا تمتع بذاكرة سليمة ومبدعة فأكيد رح يكون شيء عظيم بالمستقبل. يعني اليوم مثل كنز بعمر كتير صغير أكيد أكيد يمكن واجهتوا بالبداية أنتوا عم تدربوها صعوبات، خبرينا أكثر شو هي التحديات أو الصعوبات اللي بتواجهكم اليوم كمدربين لما بتدربوا أعمار صغيرة بموضوع الحساب الذهني؟
لك الأهل لهم دور كبير بهذا الشيء. الأهل كانوا كتير متعاونين معنا، فبس يكون في تعاون بين المدربة وبين الأهل كتير كتير بخفف صعوبات. فبلشنا معنا لكنز إنه أرقام كانت حافظتها، جمع طرح بلشنا معها بالمستويات، وهي بتصير فروقات فردية بين الأطفال. ممكن كنز يعني تجاوزت هدول المستويات، الطفل الثاني ما يقدر أنه يتجاوزها، هي بترجع فروقات فردية بين الأطفال. تمام. اليوم مثل ما بنعرف أنه يمكن في كتير مهارات للأطفال لحتى يتعلموا الحساب الذهني، خلينا نحكي أكثر عن هاي المهارات. هلق هي المهارات يعني الحساب الذهني انه بيساعد على التآزر البصري. يعني بالتمرين الواحد الطفل بصير عنده تآزر بصري حسي سمعي، بشغل كل حواسه خلال هذا التمرين الواحد. خلينا نرجع نعطي تدريب لكن. تمام. يلا شو رايك اصابع؟ ناخذ تمرين اصابع. يلا نحط هذا هون. يلا شو هو تمرين الأصابع يا كنز؟ تعرفي تحكي لنا؟ كيف نشتغل على الأصابع؟ خبرينا مشان الأطفال اللي بعمرك اليوم حابين يتدربوا أو يعرفوا، شو بتقولي لهم؟ كيف نعمل بالأصابع؟ وين إيد الآحاد؟ شو بنعمل؟ هي إيد الآحاد، وين إيد العشرات؟ برافو كوكي. هلق نحن أول شيء منبلش مع الطفل بالأصابع، بعدين ننتقل للمعداد. بصير عندنا تدريب كتير مكثف على المعداد ومستمر لحتى نرسخ صورة المعداد جوات مخيلة الطفل. فنحن بهالحالة بس ترسخ المعداد مخيلة الطفل، ساعتها فينا ننتقل لمرحلة الخيال. كنز مرحبا، تقعدي هيك منيح، تقربي رح تعطينا ناخذ تمرين. تقربي شوي مشان تطلعي على الكاميرا حلوة. هون الكاميرا. يلا كنز عداد أصابع، ابدا اعمل هيك. ايوه يلا 44 ناقص 22 55 ناقص 66 33 33 ما نقصنا ال 55 صح؟ يلا قديش الجواب؟ 99. أحسن. برافو. طيب اليوم أستاذة تغريد، شو الفائدة إنه نحن اليوم نعلم الأطفال الحساب الذهني بأعمار صغيرة؟ شو الأهمية أو شو هي المهارات اللي ممكن يكتسبوها نتيجة تعلمهم لهذا الحساب الذهني؟ هلق أول شغلة بحبب الطفل بمادة الرياضيات. الأطفال اللي عندهم رهاب أو كره لمادة الرياضيات، فهو بحبب الطفل بمادة الرياضيات. وأصلاً الحساب الذهني هو رياضة دماغية للطفل. ثاني شيء بيحسن الأداء الدراسي للطفل. كثير من الأطفال اللي كانوا يجوا لعنا قارنا أدائهم الدراسي قبل الحساب الذهني وبعد، فلقينا فرق واضح بالأداء الدراسي، لأنه بيسهل عملية الحفظ، بنمي القدرات العقلية والدماغية. اليوم في ذكرتي حضرتك من شوي انه دور الاهل كثير كبير، واهميه دور الاهل انه هو يتعاون مع المدربه والكادر التدريسي حتى بمراحل الدراسيه لحتى ينجز الطفل فعلا مهامه. صح. لانه كمان البيت له دور كثير فعال قبل الدور المدرسه ودور التدريب والمدرسين. اليوم في كثير من الاهالي بيقولوا انه هذا الطفل ما عنده قدره. اليوم بتلاقي في اطفال فعلا عم يروحوا يتدربوا حساب ذهني، بيشوفوا مثلا بيقول ايه ابني ما بيقدر، مثلا انا بحس انه ابني مستوى ما كثير او ما حيكون شاطر بالرياضيات. اليوم هل فيهم فعلا الاهل يحكموا على طفلهم انه هو ما عنده قدره على عمليات الحساب الذهني، او انهم ما بيقدروا يحطوه بهيك دورات؟ اكيد لا، اكيد لا، اكيد بدي قلت لك مثل الاول انه لازم يكون في تعاون بين الاهل وبين المدربه. اذا ما كان في تعاون ابدا الطفل ما راح ينجح. وثاني شيء عندنا نحن منهاج مخصص للاطفال اللي عندهم اعاقات عقليه. هذا المنهاج بيكون مخفف ومبسط. الاطفال اللي عندهم طيف توحد، شلل دماغي، وهذول الاطفال اللي عندهم وضع خاص. يعني هون ذكرتي نقطه بالنسبه للاطفال اللي بيعانوا اليوم من صعوبات بالتعلم، اضطرابات معينه، او باطفال من ذوي الاعاقه او التوحد، اليوم كيف يتم التعامل معهم لحتى يتعلموا طرق او قواعد الحساب الذهني؟ هل هي الطرق نفسها اللي بتعلمها الطفل العادي ام لا؟ هون بيكون في يمكن تدريب مكثف اكثر مع هدول الفئه من الاطفال. بده يكون في تدريب مكثف، ومثل ما قلت لك استيعاب ولغه تواصل. في لغه تواصل بيننا وبينهم، وبكون في مستويات كثير مبسطه لهدول الاطفال لانه هن عندهم وضع خاص مو مثل باقي الاطفال. تمام.
طيب اليوم فينا نقول انه في اطفال هنن حظر عليهم تعلم الحساب الذهني او هنن فعلا ما عندهم قدره، اليوم في اهالي هنن بيكونوا حابين هذا الشيء، بيجيبوا الطفل على الدوره لحتى يتعلم وينسجم، في اطفال بتكون فعلا هي ما بتحب او بتكون عنيده، يمكن العمر له دور، هون كيف ممكن تتعاملوا معه للطفل وفعلا في اطفال ما عندهم قدره على هذا الشيء؟ الاخ هي بترجع للمدرب، انا لما بدي اجيب الطفل بدي اعطيه ورقه وقلم وبدي احفظه حفظ اكيد هيك ما رح يمشي الحال، بس لما نعامله بكل حب تكون التعليم بشكل تدريجي، كمان عندنا ألعاب بالحساب الذهني، يعني هي بتنمي كمان هي مهارات الحساب الذهني، يعني هي مو بس تدريس، يعني هي كمان ألعاب ممتعة ممكن نوصلها المعلومة مثل للطفل. شو مثلا هذه الألعاب؟ خلينا نوضح كيف ممكن فعلا من خلال هي اللعبة نحن نوصل فكرة الحساب الذهني. ممكن عندنا برج التحدي، هي بالنهاية عملية لجمع طرح أو ضرب، ممكن نشتغل على بطاقات للأطفال نعطيهم إياهم، نعمل لهم مسابقة بين الأطفال، فهذا كثير بيشجع الأطفال على هذا الشيء. أكيد بالختام بدنا نتشكرك، نتمنى لك التوفيق أكيد لهي المهام اللي عم بتقومي فيها وتشجيع الأطفال وتدريبهم، أكيد بدنا نتمنى التوفيق لكل الأطفال. شكرا لك. وعلى كنز كمان نتمنى لها التوفيق ومستقبل كتير حلو، شكرا لك بقية النهار. شكرا لك. شكرا لك استاذه تغريد ولوجودك معنا لليوم، ويعطيكم الف عافيه على كل الجهود يلي عم تقدموها اليوم للاطفال لحتى تعلمون اليوم اساسيات الحساب الذهني. اهلا وسهلا. شكرا للاستضافه الحلوه. شكرا لكم. اما نحن يا هايدي رح نروح لمحافظه طرطوس حيث تم تكريم جرحى الجيش العربي السوري الناجحين في الشهادتين الاعداديه والثانويه، وذلك في مبنى المحافظه بحضور فريق من مشروع جريح وطن. تفاصيل اكثر مع زميلنا محمد حسن من تابع سوا. تقديراً لتفوقهم العلمي كرمت محافظة طرطوس جرحى الجيش العربي السوري الناجحين في الشهادتين الإعدادية والثانوية، وذلك في مبنى المحافظة بحضور فريق مشروع جريح وطن. هذا التميز أتى نتيجة إرادة كبيرة ونتيجة عزم وإصرار، على الرغم من وجود الإصابة لكن هذه الإصابات لم تكن تمنعهم من تحقيق طموحهم وتحصيلهم العلمي. محافظ طرطوس أثنى خلال التكريم على الجهود التي بذلها الجرحى خلال الفترة الدراسية بعزيمة وإصرار مع الدعم الكامل المقدم من مشروع جريح الوطن. نحن ما ناخذ القوة من الجريح، يعني نحن ما نستمد هاي الاستمرار بالحياة، التفاؤل. طبعا أهمية التكريم رح يشوفوا رفقاتهم الثانية ورح يتشجعوا السنة الجاي، يعني يصير عندنا أعداد جرحى بدين يسجلوا بالتعليم الثانوي أو بالإعدادي أو بالمرحلة التعليم الجامعي. هذا التكريم فخر لنا كثير، نحن قاتلنا بالسلاح ولا من قاتل بالقلم، وهذا هن يشجعونا لهذا الشيء. هذا التكريم هو شرف لنا أول شيء، وراح نحن نكمل المشوار مثل ما وعدنا للسيد الرئيس، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية. نحن رغم الإصابة مستمرين بالعلم وبدنا نتابع بالجامعة إن شاء الله. محافظة طرطوس تقدم الدعم الكامل بالتعاون مع الجهات المعنية للجرحى الأبطال الذين لم تمنعهم الإصابة من تحقيق التفوق والنجاح في مختلف الميادين العلمية. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة جديدة من ضمن صباحنا، وهالمرة لحلب وجديد فعاليات شهيق زفير وتحت عنوان صحتكم بتهمنا، ضمن مبادرة جديدة لأطفال الداون اللي بتهدف دايما لتدخل البهجة والسرور والفرحة للأطفال وتدمجهم لهدول الفئة من الأطفال بالمجتمع وتدعمهم. أكيد لنحكي أكثر عن الفعالية، بسعدنا أنه يكون معنا عبر اتصال هاتفي الأستاذ منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق زفير. صباح الخير أستاذ. صباح الخير أستاذ. صباحك أستاذ منتصر. أستاذ منتصر، خلينا نخبر بداية عن المشاهدين عن الفعالية، هي بلشت مبارح ومستمرة ليوم الأربعاء والجمعة القادم، خبرنا تفاصيل أكثر عن الفعالية. صباح الخير من حلب. صباح الخير أخباري السورية اللي معتز بيها نحن. بصراحة نحن بلشنا بهاشتاج اسمه صحتك تهمنا، ونحن نعرف ان هدول الاطفال هم بعانون من المفرطه، عنده مشكله بالغدد الدرقيه والى اخره، فحبينا نحن نكون موجودين معهم
بنشاط معين بنادي حيكونوا موجودين هنا لمدة تقريبا لا يقل عن شي شهر أو شهرين. لأني نحن كنا سابقا عملنا نشاط ملكات جمال، عملنا نشاط عرض أزياء، كان عندنا مشكلة بهالموضوع. يعني بتعرفوا أنتوا تكون مثلا حدث ستايل معين عرض أزياء فله دور معين، فحبينا نحن نزرع هذا الشيء بالبداية مشان يكون لنا ثمار معينة بالمستقبل. إذا الله حيكون عدد الأطفال تقريبا لا يقل عن 15 20 طفل بمراكز معينة. جيم هو عبارة عن جيم، تمارين سويدية، تمارين رياضية، تمارين تشمل مثلا التلحيف إلى آخره. يسعد صباحك استاذ منتصر. خلينا نحكي عن هدف هي الفعاليه. دائما عم تقوموا بفعاليات فعلا جميله لاطفال الداون لدمجهم اكثر بالمجتمع. خلينا نحكي عن هي الفعاليه، اهدافها ولايمت مستمره. هلا نحن صباح حكينا من شوي ان اهدافنا نحن هدول الاشخاص اللي هن بنحبهم كثير، هن بيزرعوا البسمه والفرح بقلبنا، عندهم مشكله سمنه مثل طعامهم، فحبينا احنا نكون موجودين معهم في انديه معينه حتكون هي لمده تقريبا لا يقل عن حدود شي شهر او شهرين بهالنادي بالذات، عشان يصيروا يعني يكونوا هن يعني حافظوا على نمط معين بالوزن الى اخره. لاني مثل ما بتعرفوا انتم كلياتنا نحن بنعاني من موضوع في اسمه الاكل الجاهز او الى اخره، فحبينا نحن نزرع هذا الشيء ووعي هذا الشيء، خاصه بالذات وعي الاهالي، لان بصراحه الاهالي هن الدور الاكبر بموضوع هذا بالذات. مستمرين بهذا النشاط وكثير بصراحه كانوا لهم يعني دور ايجابي، مبسوطين بصراحه. شو كنت الصور اني فعلا كان شيء حلو وجميل اذا الله. تمام استاذ منتصر، المبادره بلشت امبارح، خلينا نخبر المشاهدين كيف كان الاقبال، كيف كانت الاصداء وراي الناس اليوم بهي المبادره. هلا مثل ما بتعرفي امبارح بلشت ولا ما توقعت صراحه حجم الاتصالات اللي اجتني وقت ما نزلنا نحن البوست على الفيس او انستا. انا يعني الاهالي تواصلوا معي، ما بعرف تواصلوا معنا استاذ منتصر حابين نحن اطفالنا يكونوا موجودين ب ب هالنشاط هذا بالذات. وكان فعلا كان اصداء ايجابيه كثير ورح تكون مستمره اذا الله اراد، تكون مستمره مو بس يعني بهالنشاط بالذات، في احسن انشطه كثيره. اكيد السوشيال ميديا بساعدك على نشر هذا المعلومات ويعطيك الدعم للقصه هي بالذات. ان شاء الله مستمرين، لاني مثل ما بتعرفي انت هدول الاشخاص عندهم استمراريه، فلازم احنا دوما نراعي القصه هي ونكون احنا جنبهم بكثير قصص، خاصه في تحديات كثيره موضوع الاكل فاست فود الى اخره. فان شاء الله تكون قدر نحمل هذا. أكيد بدنا نتشكرك أستاذ منتصر على الجهود اللي عم تقوموا فيها أنت وكل فريق شهيق زفير، على الجهود اللي عم تقوموا فيها تجاه هدول الأطفال وهي الأمانة والرسالة اللي عم بتقدموها لهم. شكرا كثير لك وبقية نهار حلو لك أستاذ منتصر. نحن مكملين بمشوارنا يا بشكل صغير. تفضل. بشكل صغير الفريق الداعم معي موجود، بتشكره لأني فعلا هو لولا هو مكتب. شكرا لكم. أكيد ونحن بنتشكر كل الفريق وبنوجه لهم تحية. شكرا لك. شكرا لك أستاذ منتصر كيالي، كنت معنا عبر اتصال هاتفي مكملين بمشوارنا معكم مشاهدينا. ورح ننتقل لتقريرنا الثاني لليوم، ومحافظة الحسكي عفوا وقدمت فرقة المسرح القومي العرض المسرحي الجديد بعنوان نهاية اللعبة على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي. التفاصيل مع زميلنا أحمد الحمدوش. على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة قدمت فرقة المسرح القومي العرض المسرحي الجديد نهاية اللعبة من إعداد وإخراج عبد الله حسن. مسرحية اليوم نهاية اللعبة هي مسرحية معدة عن نصين مسرحيين لوليد أخلاصي وزكريا تامر. المسرحية تأخذ بعد له علاقة باستلهام هذين النصين ضمن محاولة إسقاط معاصرة، بمعنى هي تتحدث عن حالة الهيمنة الغربية على العالم الثالث. العرض اشتغلت فيه شخصية المروض. المروض هي الشخصية السلبية، تمثل بقيمة إسقاطية مجموعة من الدول الاستعمارية، الدول الإمبريالية اللي عم تقوم بالتحكم ب قدرات العالم، تحاول ترويض هذا العالم.
معد ومخرج العمل أكد أن العرض جديد اعتمد أسلوب العبث المسرحي عبر معالجة فكرة معاصرة لها علاقة بما يحدث على مستوى العالم، من حيث هيمنة القطب الواحد ومحاولة ترويض شعوب العالم الثالث ليكونوا تحت جناح هذا القطب. فأن تحول النص السردي إلى مسرح، إلى حوار، توجد حلول إخراجية للمشكلات اللي تعترض لك، هذا بحد ذاته إنجاز. العرض اللي أنا شفت عرض جميل متكامل، استغلال جيد لخشبة المسرح، ممثلين أدوا دورهم بشكل معقول جدا ووصلت الفكرة. العرض المسرحي كان له رمزية كتير عالية، وهي أنه الطعام يحكم العالم، الجوع يحكم العالم. طول ما أي أمة أو أي شعب أو أي فئة لا تحكم قوتها فمصيرها أن تستغل. العرض يعتمد على عمل الممثل مع الحرص على تحقيق المتعة وإيصال الفكرة وتحقيق التواصل مع الجمهور. أحمد الحمدوش لإخبارية السورية، الحسكة. وآخر محطاتنا الصباحية مشاهدينا لليوم رح نحكي فيها بمساحة خاصة ومميزة تجمع بين جماليات الخط والقيم المعرفية والحضارية والثقافية والتراثية اللي جسد الخط العربي عبر الزمن كأحد عوامل لغتنا الغنية والثرية. يا هايدي، أكيد يا ليلى، كلنا نعرف أنه الخط العربي هو إرث حضاري كبير وركيزة أساسية من ركائز الثقافة العربية. رح نتعرف اليوم مشاهدينا على جماليات الخط العربي وشو هي طرق تعلمه والجديد في علومه وتخاريفه. أكيد بسنة نحب بضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الأستاذ أدهم فادي الجعفري، مدرس مادة الخط في معاهد بلاد الشام وكاتب المصحف الشريف. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن القيم الجمالية للخط العربي. الخط العربي مثل ما تفضلت هو إرث حضاري متجدد. متجدد. ففي جماليات يعني توارثناها عن آبائنا وأجدادنا، كل جيل من أجيال الخطاطين اجتهد بالعناية بهذا الحرف وسلمه للجيل اللي بعده، وإلى الآن يتطور، ما زال يتطور واستطاع أن يواكب الحضارة ويواكب الفنون. فبيكاسو قال إن أقصى نقطة أردت الوصول إليها بفن التجريد وجدت الخط العربي قد سبقني إليها بمراحل. فالخط العربي خط متجدد، وهو مثل ما تفضلتوا يعني هو صورة الأفكار الجميلة، إن كان آيات قرآنية أو أحاديث أو عيون الشعر تظهر بأشكال جميلة. تمام. يعني طول الحديث اليوم عن أهمية الخط العربي، خلينا نحكي ونعرف المشاهدين اليوم أكيد في عنا أنواع عديدة من الخط العربي. خلينا نفصل هاي الأنواع. الأنواع هي بدأت بسيطة، هي أداة للكتابة لكن تطورت إلى وظائف، كل عصر من العصور له وظيفة في الكتابة فتطورت الأنواع حسب هذه الوظائف. كان بداية الخط الكوفي القديم وهو خط مستقيم، ثم بدأ في دمشق هنا كتابة الخطوط اللينة ونشأ عنا 6 أنواع من الأقلام: خط النسخ والثلث والمحقق والريحاني والرقاع والتواقع. أيضا تطورت مع ظروف الحياة والوظائف المطلوبة من الخط إلى أن وصلت إلينا في هذا العصر بسبع أنواع مشهورة. سبع أنواع. خط الرقعة هو خط البسيط الذي نكتب به كل يوم، يكتب به الطلاب، يكتب به الموظفون في كتاباتهم. خط الديواني، خط الديواني الجري، خط الفارسي التعليق وأيضا اسمه نس تعليق، وخط النسخ وخط الثلث والخط الكوفي. ايضا معنا نماذج، يعني بعض النماذج فينا نشوفهم من على نشوفهم على الكاميرا. اكيد الكاميرا تفضل. عندنا خط الثلث هنا، الآية الكريمة فيها كتب قيمة. شو نوع هذا الخط؟ خط الثلث. وخط الثلث من اكثر الخطوط تطور ودراسة لي جماليات الحركات، في يدخل في دراسة الكتلة والفراغ والتركيب، طبعا له مطواعية عالية جدا وأشكال كثيرة من الأحرف. ممكن أنا أكتب بشكل بيضوي أو بشكل دائري أو بشكل سطر بهذا الخط. أيضا عندنا خط المشهور
جدا. أشهر خطوة خط النسخ. خط النسخ اسمه الأشهر هو خط النسخ، لكن اسمه القديم هو خط البديع من جمالية هذا الخط، وهو أشهر خط. يعني الآن الكتب المصاحف كلها بخط النسخ، هو أوضح خط. حسناً القرآن الكريم بهيدا الخط بهذا ممكن الخط. نستخدم خط لا ممكن أي نستخدم أي خط، لكن هذا الخط أنسب شيء لأنه يقبل التشكيل لكل الأحرف، وخط واضح ويقبل الكتابة على أسطح بهذا الشكل. نعم صفحات. أيضا في عنا خط جميل جدا وهو الخط الديواني الجلي. عنا اللوحة هون، الله نور السماوات والأرض. بنلاحظ شلون الكتابة والحرف ممتلئ بالتشكيلات، وبعد التشكيلات نقاط صغيرة، عامل تكوين بيعمل تكميل كتير جميل. له جمالية خاصة هنا. هذا الخط الديواني، ديواني جلي هذا. طبعا مصطلح الجلي في الخط هو الكبير. تمام. كمان نلاحظ نحن بعض الناس يجدون صعوبة في قراءة اللوحات المتداخلة، هي عبارة عن أسطر. يعني هون الله سطر، نور السماوات والأرض. تمام. يعني بهذا الشكل. بس عم نشوف في تداخل اليوم بين الأحرف. نعم. ذكرت نقطة أنه فعلا الناس يمكن ما تقدر تقرأ الموجود. نعم. في أحرف نحن ما بنقدر اليوم نجمعها مع بعض أم لا عادي؟ لا طبعا هو هي الوظيفة اللغوية بطوع الخط. تمام. يعني أي لوحة لازم تحمل صفتين، وضوح وجمالية. تمام. وضوح وجمالية، لكن باللوحات منقدم الجمالية. ليش؟ لأنه اللوحة رح تتعلق يعني أمامي ممكن سنوات، مثلا إذا علقت أنا بمكتبي أو ببيتي أو بمكان رح أشوفها كل يوم كل يوم، فإذا ما فيها جماليات عالية كل يوم اكتشف جمالية جديدة بدي أخلقي منها. مزبوط؟ صحيح. أي نعم. فلذلك الخط في متطور وفي جماليات، وايضا يصنف انه خط يعني فن متحرك، لانه انا ما بحسن اقرا اللوحه بنظره واحده، لازم مر ان المتقين في جنات وعيون، فلازم انا امشي بنظري حتى اقرا. طبعا هون اللوحه السطر الاعلى نسخ وبعدين ثلث، نوعين من الخطوط. نوعين طبعا الخطوط كمان عائلات ممكن تتالف مع بعضها، يعني النسخ والثلث مع بعض، رقعة والديواني مع بعض، يعني بهذا الشكل. أيضا عندنا لوحة بخط التعليق الفارسي، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هي بخط الأستاذ محمد القاضي. أيضا هون بخط الرقعة وهو خط بسيط، لاحظوا مع أنه بسيط في جماليات عالية. تماما. نعم. اليوم استاذ بدنا نحكي عن الخط العربي، اهميته اليوم قديش مهم، تعزيز المعرفه عند الطلبه. واليوم نحن مقبلين على مرحله من دخول للمدارس اليوم. نعم. في كثير طلاب بيضيعوا يمكن حتى علاماتهم. صحيح. باللغه العربيه، حتى بمواد ثانيه اللي هي بتكون سبب الخطوه الاكثر اللغه العربيه. نعم. سواء بموضوع التعبير او باي. صحيح. نوع من الكتابات. نعم. احيانا الاستاذ اللي عم بيصحح يمكن ما بيشوف. صحيح. شو بده يصحح للطالب، خطه شو بيقولوا له خربشه او ما انه واضح. لكن بيكون هو كاتب صح، يعني صحيح. هون هو عم ينظلم بالخط. قديش مهم اليوم تعزيز هي المعرفه وتدريب اليوم الطلاب، وخصوصا يمكن دمج هذا الشيء بالمدارس، تعزيز اكثر التدرب على الخط. نعم. الحقيقه يعني نقطه كثير هامه، وببدايه المدرسه كمان ايضا شيء مهم. الحقيقه يعني وزاره التربيه انتبهت لهذا الامر، لكن هو بده تفعيل. الآن في مفردات اللغة العربية، مادة اللغة العربية من صف الأول ابتدائي إلى الصف الثامن، في عنا مادة اسمها إملاء وخط. صح. لازم الطالب يكتب بشكل صحيح إملاء، ولازم يكتب بشكل واضح. يعني مثل ما تفضلتي بعض المدرسين ما بيحسن يصلح الورقة، لكن في أكثر من هيك، بعض الطلاب لما يكتب بيروح على البيت ما بيعرف يقرأ. صحيح. كتابته. فهون شو الآلية لحتى الطالب يحسن خطه؟ أول شيء الاهتمام. يعني نفسية الإنسان تنعكس بخطه، فإذا كان عنده إهمال بحياته بالأساس، يعني تأجيلات لأمور، عدم اهتمام بواجباته، رح ينعكس بخطه. فهو لازم يكون يهتم بأول شيء بكتابته، يضع النقطة في مكانها، يعطي الحرف حقه من الكتابة. طبعا كثير من الطلاب
بيقدم اعتذار انه والله المدرس بيمسح اللوح بسرعه فلازم اكتب انا بسرعه. اي صحيح، لازم تتدرب على على السرعه مع الجوده، تمام، تدريب الجوده مع السرعه. الحرف لازم يؤدى بشكله، كل حرف له وصفه. يعني مثلا العين في وسط الكلمه هي مثلثه، ما بصير اكتبها دائره لانه بتصير فاء. اذا كان عم بكتب غين ومدوره صارت فاء، ما عادت غين، فبينتقل يعني الحرف من قراءه لكلمه لكلمه اخرى. فاعطاء الحرف شكله وصفته وايضا العنايه. والحقيقه الان التطور موجود، الدفاتر كلها مرتبه والاقلام نوعيات صارت ممتازه موجوده. يعني كان قديما بعض الاقلام تقطش او كذا، لا الان الاقلام يعني الاقلام المستخدمه يوميا جيده، يعني بتكتب بشكل جيد بخط جيد. صفى اهتمام الطالب، اهتمامه بكتابته. والحقيقه مع الاسف هو يعني تراجع الخط هو سببه قله كتابه الطالب. يعني كان قديما ما كان في ادوات التصوير، ادوات يعني الايضاح الكثيره، فكان الطالب يكتب الدرس مره مرتين. الان صارت الدروس عباره عن ملء فراغات، يعني ضع الحرف المناسب مثلا في الفراغ كذا، يعني ما عاد الطالب كتب، لازم الطالب يكتب. وبكل المواد يعني مهم جدا انه يكتب باللغه العربيه بشكل واضح، لكن مهم جدا بالرياضيات يكتب الرقم صح، ما تتشابك الارقام، بيعود هو عم يحل، اذا كان ما في وضوح بالرقم ممكن ينتقل الرقم مثلا 6 بالكتابه العربيه مثل 9 بتشبه 9، ممكن هو عم يحل يصير خطا. والتنظيم مهم جدا، يعني الخط، جوده الخط مهمه والتنظيم مهم، خاصه مسائل الرياضيات يعني وضع الارقام تحت بعضها، بدايه الحل شو بدها تكون، يعني الترتيب مهم وجوده الخط مهم. يعني بين قوسين نحن بالفضائيه التربويه في برنامج اسمه الف باء خط رقعه، نحن صورناه قبل حوالي شيء 7-8 سنين، لكن الى الان يعرض كل سنه مرتين او ثلاثه. كثير مفيد انه يرجع اي مدرس او اي طالب بحاجه لتطوير خطه لهذا البرنامج وبيستفيد منه جدا. يعني هو مرفوع على اليوتيوب اسمه الف باء خط رقعه بالفضائيه التربويه. فهذا يعني بشكل مختصر عن خطوط الطلاب. ودائما يمكن في تطور بمناحي الخط العربي، في شيء جديد، في شيء مستمر، فخلينا نحكي استاذ عن هذا الجانب. صحيح، دائما الخط هو واكب الحضارات واستطاع انه يواكب هي الحضارات. يعني في كل عصر من العصور له صفه هذا الخط، فلما نحن نشاهد هذا الخط مثلا بالمساجد، مثلا في قلعه دمشق، بنعرف نحن هذا الخط لانه عصر بيرجع وهو يعني تاريخ. يعني هلا مثلا لما يجيني مخطوط مو مكتوب تاريخه، من خلال نوع الخط انا بعرف امتى تاريخه، تمام. فهو تطور مع وظائف اللي طلبت منه على مر التاريخ. والى الان يعني الان ظهرت الحضاره الكمبيوتر، استطاع الحرف العربي انه ايضا يدخل في هذا، ان كان المجال الرقمي اللي هو يعني الفونتات والكتابه، او ان كان نشر اللوحات. الان كثير من الهدايا مثلا على المعايدات، الرسائل بتضم خط عربي، حتى على الثياب كمان. على الثياب ايه فعلا، صحيح فعلا. يعني حتى يعني هي النقطه مهمه، انه مو بس العرب عم يحبوا هذا الحرف، يعني حتى ببلاد يعني الغرب بيحبوا هذا الحرف ويستعملوه ك يعني قطعه جماليه. الحرف ليش؟ لانه هو فعلا متطور، يعني تطور عبر اكثر من 1000 سنه، هذا الحرف عم يتطور جماليا، فصار يستخدم يعني كقطعه جماليه. نعم. اليوم إذا بدنا نروح ونحكي أكثر عن الدورات التدريبية اللي عم بتقوموا فيها، وشو هنن اليوم الأعمار المناسبة لتعليم الخط العربي؟ يمكن كمان تعليم أنواع الخط العربي بتتفاوت حسب العمر. نعم، صحيح. هي أول شيء نبدأ من أهمية الخطوط. يعني لا يعذر أي إنسان يمسك القلم ما يعرف خط رقعة. خط رقعة هو هذا الخط البسيط اللي هو نحن بنكتب فيه وفي صفات الأحرف. في له قواعد، يعني الطالب بعض الاحيان يعني معه حق، بده يحسن خطه، ما عنده آلية، ما عنده سبيل لهذا الشيء.
فالرجوع لخط الرقعة اللي هو خط البسيط، طبعا هذا خط الرقعة أنشئ لتبسيط الكتابة، أبسط حركة للقلم وأسرع حركة للقلم هي خط الرقعة. فلذلك على جميع الطلاب أنه يتبعوا هاي القواعد، هاي الدورات. طبعا موجود بكتب اللغة العربية بكل المراحل موجود درس الخط، صحيح، فممكن يتبعوها يعني يمشوا عليها حتى يصير خطهم جيد. وأهم شيء يعني قاعدة أنا رح أقولها هلأ، هي القاعدة نص الخط، يعني إذا اتبع هي القاعدة بيصير خطه يعني 50% بيرتفع، وهي توازي الألفات واللامات. ألف العلم مثلا، ألف لام لام لازم يتوازوا، لازم يتوازوا ونفس الطول من الأعلى. هي القاعدة إذا اتبعها صفة باقي الأحرف يعني بتاخد شكلها بشكل تلقائي هنا. وطبعا الدورات موجودة، دورات الخط موجودة إن كان على الانترنت موجودة يعني بكثرة. طبعا لازم يختار الدورة الصحيحة والجيدة والمدرب أكيد، لأنه في شيء الخطأ وفي شيء الصح، صحيح. ويتدرب تدريب مسكة القلم بشكل صحيح، الكتابة. أي عمر لازم يبدأ بتعلم الخط؟ لازم يبدأ من أول ما يمسك القلم، يعني عمره 4 سنين بدأ بكتابة أول حرف، لازم يكتبه صح، لازم المدرسة تعطيه الحرف صح حتى هو يمشي عليه صح. تماما. اي نعم. أما مثلا نكتب مثلا على السبورة ونترك الطالب يكتب مثلا الحرف ممكن بالخطأ من الأسفل إلى الأعلى أو بشكل، إنه عادي المهم تكتب لي الحرف أو الرقم، بس إنك كيف ما كتبته شو هي الطريقة، بس المهم تكتبه. تمام. يمسك فيها القلم. لكن مسكة القلم الجلسة الصحيحة، يكون الدفتر أمامه، يعني هي الأمور كلياتها، حجم الحرف، صحيح، نظافة الورقة، الترتيب، كلياتها هي أمور مهمة. أكيد بالنهاية يمكن هذه مسؤولية الأهالي اليوم. أكيد. خلينا نحكي أستاذة أدهم عن مشاركتكم بشكل عام ضمن المعارض بمجال الخط العربي، قد هي مهمة لكم؟ نعم. الخط هو الحضارة العربية، فتواجدنا بفضل الله دائما متواجدين، يعني إن كان مثلا عندنا المعرض السنوي اللي تقيمه وزارة الثقافة سنويا، معرض ضخم، يعني العام الماضي كان بمتحف الوطني، وكان مشارك الخط بشكل ظاهر وجيد، يعني بإضافة لمشاركة الفنون الثانية، الرسم، النحت، التصوير الضوئي، الخزاف، فكان الخط موجود يعني، والخط هو ثقافتنا ولغتنا يعني، وأيضا جمالية، ناحية جمالية هنا. تمام. أكيد بالختام بدنا نتشكر حضورك معنا، المعلومات اللي قدمتها أكيد نتمنى لك التوفيق، وأيضا توفيق لكل الطلاب اللي عم يكونوا فعلا معك بهي الدورات التدريبية وينجزوا وفعلا يوصلوا للمراحل المتقدمة في الخط، لأنه فعلا ضروري تعلم الخط مثل ما ذكرت حضرتك من الصغار، ودور الأهل يمكن كمان دور كبير بالمنزل أنه يكونوا مع الطفل أو مع الطالب اليوم ليخلوه يكتب أكثر قدر مستطاع من الخطوط لحتى يتعلم. شكرا لكم واهتمامكم. وفعلا الاهل يعني كل طالب انا بلاقيه خطه جيد، اما والدته او والده بيتابعه. اكيد. نعم، المتابعه ضروريه. اكيد. نعم. بالختام شكرا لك استاذه ادهم، نورت صباحنا واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. شكرا بيت لكم. نهار حلو لك. اما نحن يا هايدي بدنا نختم صباحنا لليوم، شكرا لك ولكل يعني الكادر الفني اللي كان مرافقنا بالكنترول والاستوديو. بقيه نهار حلو لكم مثل ما بتتمنوا، برفقه الاشخاص اللي بتحبون وتحقيق الاماني والتفاؤل والطاقه الايجابيه دائما لكم مشاهدينا. تبقوا بالف خير. باي. اكيد. وما ننسى نذكر المشاهدين لأنه موعدنا بيتجدد بكرة معكم بنفس التوقيت، ضيوف جدد وفقرات عديدة ضمن صباحنا غير. بقية نهار حلو لكم، تقضوا برفقة كل الناس يلي بتحبوها من هلأ لبكرة. تبقوا بألف خير وصحة. باي باي.